ريما الريماوي فتاة أردنية من مواليد السعودية، كانت بدايتها مع الفن في فترة مبكرة في سن السادسة. أكملت ريما حلمها عبر دراستها لتخصص الجرافيك ديزاين في إحدى الجامعات الأردنية، فأبدعت وشاركت في معارض عديدة في الأردن والسعودية. احكي لي ريما، الموهبة انولدت معاك ولحد اكتشفها فيكي؟ من أنا وصغيرة كنت أحب الفن، أحب أرسم، أحب أشوف الرسوم المتحركة أحاول أقلدها، شغلات قدامي أحاول أنقلها. كانت ماما تساعدني بالبدايات، يعني تلاقيها هي تساعدني ترسم لي، مثلاً أقولها ارسمي لي زينة ونحول، ترسم لي إياهم، تلون لي، تفرجيني كيف طريقة التلوين. شوي شوي صاروا يجيبوا لي دفاتر التلوين اللي هي تلوني، تصير رسوم متحركة وتلونيها. زاد وقت أنا وبقعد فيه على الفن، يعني تلاقيني حتى مثلاً أنا بدرس يجوا يلاقوني إنه بدل ما عم بدرس عم برسم على الكتب. زيادة زيادة طبعاً، كل فترة تزيد أكتر. بالمدرسة نفس الشيء، تلاقيني أحب حصص الفن، المدرسات كانوا يساعدوني كتير بالفن. دخلت الجامعة كان في دكتور ما بنسى أبداً، الدكتور إبراهيم العبد اللي كان فنان كتير كبير يساعدني، هو يعني زي ما تقولي تبناني. يعني وقتها كنت ما أقعد، يجوا ناس ويطلعوا ناس، كان عندي حصص تانية أو محاضرات تانية، تلاقيني طول الوقت قاعدة بالفن. يعني حتى هو يقول لي خلص سكرنا الجامعة، يعني خلص ما في مجال بدك تطلعي. تلاقيني أرسم، هو أول شيء جاب لي حصان، أنا بحب كتير الخيل، جاب لي حصان قال لي انقلي، جربي انقلي، يعني حط إيدي على البدايات وبلشت. شو المدرسة الفنية اللي اتبعتيها ريما؟ في البداية واقعي، في البداية أخذت الرسم الواقعي، وبعد هيك بلشت إني أخذ اتجاهات التانية. ما هي بالجامعة بتتعلمي أساساً كتير أشياء، التجريد والتشكيل، بتتعلمي كتير شغلات ومدارس، بس أنا حالياً تجريدي، بحب الرسم التجريدي. وقد شاركت ريما في تصميم ديزاين لأكثر من جائزة، منها جائزة الأمير حسن وجائزة خليفة. العمل الفني كل عمل له ذاكرة بالواحد، يعني أنا ما بتعملي العمل إلا بتكوني حاسة فيه. مستحيل تعملي عمل وإنتي هيك بس لأنه بدك تعملي، يعني كل واحد له ذكرى، له حدث معين. بتحسي الفن هو عبارة عن حدث أو سياسي إن كان، أو كان شيء داخلي أو عاطفي إنتي بتعبري فيه عن فنك. يمكن هي لوحة الخيل هي أثرت فيني، لأني أول عمل أنا ألاقي حالي عملت عمل كتير عظيم، إنك ترسمي عضلات الخيل والخيل أول عمل، يعني تعملي مع الخيل يعني صعب. صعب، ما هي إنه هيك لقيته كتير حلو، فكتير وقتها أنا انبهرت بحالي. بس هي الأعمال كلها لها طابع مميز، لها إحساس معين. يعني أنا ما بتخيل يمكن أقوم الساعة 3 بالليل الفكرة خلص أنا هلأ بدي أرسمها، ما بدي تطير، هلأ حاسة الإحساس هذا حتى لو أنا نايمة، بقوم بطلع أغراضي وبرسمهم، خلص أنا هلأ بدي أرسم. جربت تشاركي بمعارض من قبل ولا لا؟ من أنا وبالجامعة شاركت بمعارض كتير، يعني حتى كنت في المدرسة من قبل إني أشارك بمعارض المدرسة نفسها. بالجامعة كنت أشارك مع الجامعة وأشارك مع الجامعات الأخرى. يعني بشاركتي أما نظمتي ما عملتي لك معارض؟ لي معرض خاص لا، كنت شاركت معهم. هلأ المعارض الخاصة أنا كنت بعثت مثلا لوحاتي مع معرض في إيطاليا مع الفنانين الأردنيين. كمان في معارض شاركت في معارض هون بالأردن برضو نفس الشيء مع فناني، لكن معرض خاص إلي أنا صراحة لسه ما عملت، بده جهد. تقول ريما إن أجمل شيء بالفن أنه يجعلك تشعر بالإنسان في داخلك ويعبر عن جميع المحيطات والمؤثرات عليك. شو بتحبي تعبري عن غموض الفن التجريدي في لوحاتك؟ التجريد هو تجريد اللوحة الأساسية أو الصورة الأساسية اللي الفنان اللي شايفها، يعني مش بالضرورة يكون فيها كتير غموض، هي بس أنت بتكوني شايفة شيء معين بتعبري فيه. عندي لوحة هون مثلاً عباد الشمس، عاملة فيها في الصورة نفسها الورقة مختلف شكلها، طريقة البذور مختلفة، هون هذا تجريد أنا جردتها من شكلها. أنت بتفوتي على السريالية لما تفوتي على الغموض أكتر، رسمهم فيه كتير غموض. طيب هلأ لازم يكون في لها أدوات معينة حتى تستخدميها ولا لا؟ أنا بستخدم كل أنواع الأدوات، يعني حتى ما في عندي يعني مواد خام ممكن أستعمل منها الأشياء اللي هي أشياء مثلا ممكن للزبالة، قماش ما بدك تستخدمي، كراتين، كتير شغلات بتقدري تستخدميها، يعني أنا مثلا حتى الألوان، أي نوع ألوان بتقدري تستخدمي. ريما شو الرسالة اللي بتحبي توصليها من خلال أعمالك؟
كل عمل فني بعمله له رسالته، يعني انت بيكون احساس الواحد هو اللي بالعمل الفني. في شغلات مثلا انا في لي اعمال بتكون هي سياسيه نوعا ما، حلوه عن السلام، عن الشغلات اللي مثل هيك، في شغلات دينيه، في شغلات لاقيها جماليه. فكل عمل له احساسه وطابعه. وتتمنى ريما أن تكمل طموحاتها في مجال الفن والإعلان لأبعد الحدود كما تريد، ونتمنى ذلك لكل الشباب الأردني. ريما، شو في أعمال أنت عملتيها وأعطت ردة فعل مميزة للجمهور وأنت انبسطت فيها؟ أنا صممت مع فريق العمل بالمدرسة لجائزة الأمير حسن، طلعت مدرستنا المركز الأول، فكتير انبسطت إنه ردة فعل كل اللي حوالي، إحنا مركز أول وجائزة الأمير حسن على مستوى كتير كبير. في كمان بالمعرض، في معرض المعلم المتميز، كمان كتير ردة الفعل كتير حلوة من الفنانين كمان، وفي مدارس كمان هم عملوا معرض المعلم. كمان كانت الأميرة وجدان فيه، كتير انبسطت ردة فعلها، حتى كانت طريقة حكيها معي رائعة. طيب، في عمل عملتي وحكيتي بعد هذا العمل إنه خلص ما رح يطلع من معاي أحلى منه؟ هي بتوصلي مرات بتقولي كتير تنبهري بالعمل، بس إلا ما يطلع معك أحلى، يعني ما بتوقفي. لا ما بتوقفي، ما بتوقفي، ضلي إنه لا تجربي أكتر وأكتر وأكتر. يعني كنتي إنه دائما لما تحكي انه هذا العمل مثلا، ودائما ودائما الواحد اخر عمل بقول لك هذا اكيد احلى شيء، يعني حتى بتلاقيني انه بدي ابروزه وبدي اعمل له هاي، بس بعدين لما تشتغلي الشيء الثاني بتلاقي لا افضل من قبل، لانه اساسا هي الخبره بتخليكي انت اقوى. صح، يعني بضلك مصممه انه يطلع معك شيء احلى منه. طيب، هلا انت بدك تعملي لنا شيء انه نشوف معك ايش حابه تعملي. هلا هون بفيد مثلا، هلا ممكن اجي ارسم لك رسمه، يقولوا لي ناس انا ما بعرف ارسم، ما تستفيد من العمل يعني، او ممكن انها تيجي تقول لك لا انا ما بحب اني ارسم، فانا اخترت موضوع انه يكون سهل للست حتى البيت انها تقدر تشتغله. عندك اللي هو اي شيء مع الشالات، ممكن شالت هتجيب او اي شيء، مثلا هون عندك هاي القماشه، في عندك هاي قماش، هذا انا قصصته، يعني شوفي قديش بتقدري تستفيدي منه بدل ما ينكب، انا خلاص ما بدي اياه بستفيد منه. يعني بتعملي كمان بنفس الوقت اعاده تدوير لهم وبتشتغلي منهم بتعملي. هلا انت بتشوفي فين الشكل، بس اطلعي دائما من الشكل اللي بتشوفيه، يعني انا ممكن اشوف انه هذه خلاص هذه قماش، هذا اشار ما بزبط غير هيك. لا، حلو اني انا اتفرج على الشيء واني الاقي بقدر اطلع منه باشياء ثانيه، يعني مثلا انا حتى لما اشوف هذا الشكل هون مثلا ورده، مش بالضروري يكون ورده، انا لما اجي اعمله ديزاين مو ضروري يكون ورده. ممكن اني اخذ مثلا جزئيه من هاي القماشه، كيف بدي انا اخليها اكملها. هلا انا هون عندي براويز فاضيه، خليني افرجيكي مثلا، هون عندي جبت هذا البرواز الفاضي. هلا البرواز بدي افتحه وبدي ابلش انسق عليه الشكل اللي بدي اعمله. لا أبو حمدة، رؤيا.